أعلنت وزارة العمل تدشين تطبيق معاك الذي يستهدف الباحثين عن عمل والقوى العاملة الوطنية وأصحاب العمل، ويحتوي على أكثر من 11 خدمة إلكترونية في الإصدار الأول، وخدمات أخرى سوف تطلق لاحقاً. عقدت وزارة العمل لقاء بأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين، وذلك بنادي الواحات، ويستمر يومين بهدف مناقشة آلية التوظيف في القطاعين العام والخاص والاستثمار في المحافظات والتعرف على الآلية الجديدة التي اعتمدتها وزارة العمل في توطين المهن والتحديات التي تواجهها المحافظات. وعلى هامش اللقاء قال معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل إن الوزارة استهدفت توفير 35,000 فرصة عمل خلال عام 2022 في القطاعين العام والخاص، وحققت النسبة المستهدفة بإنجاز يفوق 100% من الفرص المستهدفة. وأضاف أن عدد الباحثين عن العمل الذين التحقوا بسوق العمل في القطاع الخاص لأول مرة تجاوز 20,000. وأشار معاليه إلى أن عدد الأشخاص المستفيدين من منفعة الأمان الوظيفي الذين تمتعوا بالحماية خلال عام 2022 ارتفع بحوالي 3,000 شخص مقارنة بعام 2021. وقال سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل اللقاء يهدف إلى اطلاع أصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين على سياسة وزارة العمل وخططها خلال العام القادم واحتياجات التوظيف في كل محافظة. وأضاف أن اللقاء يعد فرصة للحوار ومعرفة متطلبات كل محافظة، مبينا أن كل محافظة تختلف فرص العمل والاستثمار بها عن المحافظات الأخرى. ووضحت وزارة العمل أن عدد الباحثين عن عمل حتى نهاية أكتوبر الماضي بلغ أكثر من 85,000. وناقش البرنامج آليات التوظيف في القطاعين العام والخاص والمبادرات من خلال الآليات التي انتهجتها وزارة العمل منذ بداياتها وتوطين المهن ومناقشة التحديات التي تواجهها المحافظات. كما شارك كل محافظ برؤية تستهدف محافظته التي يعول عليها في أن تكون محورا رئيسيا في مفاصل الاقتصاد العماني. ويتضمن اللقاء جلسة نقاشية بين المحافظين ومسؤولي وزارة العمل لإيضاح التحديات التي تواجه المحافظة، كذلك الإصغاء إلى آراء المسؤولين في وزارة العمل من خلال رؤية تشرح خطط الوزارة ورؤاها المستقبلية في صناعة القرار وخططها وفق الرؤية الوطنية. وتم خلال اللقاء تدشين تطبيق معاك الذي يستهدف الباحثين عن عمل والقوى العاملة الوطنية وأصحاب العمل، ويحتوي التطبيق على أكثر من 11 خدمة إلكترونية للباحثين عن عمل في الإصدار الأول، مع إضافة خدمات أخرى للقوى العاملة الوطنية وأصحاب العمل لاحقا. وقال فهد بن خلفان البطاشي المدير العام المساعد للمديرية العامة للتخطيط لتقنية المعلومات ورئيس فريق التحول الرقمي بوزارة العمل إن تطبيق معاك للهواتف الذكية يعد القناة الثانية لخدمات وزارة العمل الإلكترونية، ويستهدف في المرحلة الحالية خدمات المستفيدين من الأفراد الباحثين عن عمل والقوى العاملة الوطنية، وسيتضمن التطبيق في المرحلة القادمة خدمات أصحاب العمل الأفراد والمنشآت القوى العاملة العمانية وغير العمانية. وأضاف أن أهم الخدمات المستهدفة لأصحاب العمل تقديم طلبات الموافقة المبدئية لتصريح العمل، وتسجيل وإلغاء بلاغات ترك العمل، وتسجيل طلب استرداد ثمن التذاكر، وتسجيل طلب عقود العمل، وتسجيل طلب المشروعات، وتسجيل طلب فرص العمل، وتعديل بيانات القوى العاملة وغيرها من الخدمات. الجدير بالذكر أنه يمكن للراغبين بتحميل تطبيق معاك من خلال متاجر الأجهزة الداعمة لأنظمة الأندرويد، وتشمل متطلبات المؤهل ومكان العمل والراتب والعلاوات والتخصص المطلوب، وصف المهام الوظيفية مع إمكانية التقدم للفرصة أو المشاركة أو الحفظ. كما يزود التطبيق الباحث عن عمل خيارات البحث في الفرص الشاغرة بناء على المستوى التعليمي والنوع وتفاصيل الموقع الجغرافي للفرصة، وقبول عقد العمل للقوى العاملة الوطنية من قبل الباحث عن عمل المرسل بواسطة المنشأة، بالإضافة إلى عرض بيانات عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص من القوى العاملة الوطنية، توضح رقم العقد وتاريخ إصداره وحالته، بالإضافة إلى المهنة والمنشأة التي يعمل بها مع خاصية عرض التفاصيل والطباعة.
كما يضم التطبيق عرض بيانات عقد العمل لبعض الوقت للقوى العاملة الوطنية التي توضح رقم العقد وتاريخ إصداره وحالته، بالإضافة إلى المهنة والمنشأة التي يعمل بها، مع خاصية عرض التفاصيل والطباعة وإمكانية الموافقة على طلبات تمديد عقود العمل لبعض الوقت وقبول عقد التدريب على نفقة المنشأة من قبل الأفراد، وإمكانية مشاركة الملف الشخصي والسيرة الذاتية مع أصحاب العمل، ومعرفة من قام باستعراض البيانات وطباعة السيرة الذاتية من الشركات. وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال اللقاء على أن عدد الأنشطة الاقتصادية المحظورة على الاستثمار الأجنبي في المحافظات بلغت 78 نشاطا منذ مارس 2022. الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يعقد في إطار بلورة العمل الوطني المشترك الساعي إلى إشراك المسؤولين بوجهات نظرهم وصناعة القرارات الهادفة وفق فلسفة السياسة اللامركزية، والتي سيكون لها المستقبل الكبير في تعزيز الاقتصاد الوطني والنهوض به، كما سيكون هذا اللقاء مقدمة لصناعة القرار المشترك، والذي بدوره يبلور الرؤية الوطنية ويسهم في الارتقاء برؤية المحافظين الذين يضيئون رؤاهم بمنهجية مدروسة تعمل على تنشيط المحافظات في جميع القطاعات لإبرازها كوجهة اقتصادية متكاملة. المصدر العمانية. وفي ختام هذا التقرير، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.